الحكومة الإيرانية إنه تغيير أسماء السفن وما شابه ذلك، ولكن في المقابل ردت إيران بأنها سوف تفتش السفن التي تخرج من أو تدخل من مضيق هرمز. يعني كم ترى خطورة هذا الموضوع؟ ترى في الأيام القادمة يا أخي وجدان ستكون هناك احتكاكات خطيرة جدا بين الأسطول الأمريكي والأساطير التي تحاول أن تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي وبين الحرس الثوري الإيراني وما يسمى بالآلة العسكرية البحرية الإيرانية. راح يصير احتكاكات حقيقة، نعم وراح يصير جس نبض، وراح يصير سيحدث يعني لي أذرع اذا المجتمع الدولي او القوات الامريكيه، لنقل دعنا نكون صريحين، هي القوات الامريكيه مسيطره على الخليج العربي يعني نعم على مياهه يعني وبعض السفن الجيوش الفرنسيه والبريطانيه، هذه لديها قرار مجلس الامن الدولي، فعندما تتصرف ومعها الاعلام الدولي فلا تستطيع ان تفنده لا ايران ولا غير ايران ولا اصدقاء ايران. لكن ايران اذا فعلت نفس الشيء وتفتش الدول، تفتش السفن التي تدخل مضيق هرمز، مضيق هرمز مياه اقليمي، مياه دوليه وليس اقليميه، يعني ليس مياه تابعه الى ايران ولا الى عمان، هنالك ممر دولي باسم القانون الدولي، قانون البحار والممرات الدوليه، لا يسمح لاي دوله، لاي دوله ان تعرقل الملاحه في ذلك الا بقرار اممي. وبالتالي الموقف الايراني موقف استفزازي، سيكون موقف مع الاسف ليس له حساب وليس له مصداقيه يعني اعتباريه او حتى مصداقيه التنفيذ الاسناد القانون الدولي. اذا عملت ايران هذا فسوف تقع في مطب كلش خطير. على فكره ايران تريد ان تجر الولايات المتحده الى معركه بحريه او معركه عسكريه في غير اوانها من اجل التحشيد الداخلي. اتصور التحشيد الداخلي وصل الى نقطه الساتوريشن، يعني شنو بالعربي الساتوريشن؟ يعني نقطة الإشباع. نعم تفهمني وجدان؟ نعم وصل نقطة الإشباع. ما يفعله النظام الإيراني بعد هذه الحزمة سيكون سيأكل من جرفه، من نعم جرف التجنيد الداخلي والمساندة من الشعوب الإيرانية للنظام الإيراني. أي عملية تعملها الحكومة لتستفز المجتمع الدولي سوف يأكل من جرفها، من جرفها الذي هو مساندة الشعوب الإيرانية. الشعوب الإيرانية سوف تقلل، وسوف العدد التنازلي للمساندة لأحمد نجات سوف تقل وتستمر إلى أن تصل إلى درجة الصفر. برأيك هل الشعوب يعني راح تستغل نقطة ضعف الحكومة الإيرانية في حال دخولها مع حرب أو ما شابه ذلك مع المجتمع الدولي؟ نعم، أنا أتصور حقيقة، تدري المعارضة هسه المشكلة الأحمدي نجاد وخامنئي ده يعطي أوراق على طبق من ذهب إلى المعارضة، نعم وهي كروبي وموسوي. موسوي نعم. والشعوب الإيرانية ترى تعبت يا أخ وجدان، نعم تعبت من الـ من الـ من الاستفزازات ومن الخروقات، يريدون حرية. يعني ما قتل في المظاهرات الأخيرة يعني والسحل والتعذيب يعني شيء يندى له الجبين. سابقا لم تكن هناك فضائيات، فكان يفعلوا ما يفعلون. نعم عندما جاءت ما يسمى بالثوره الايرانيه في زمن الخمر 79، تتذكر خلخالي وما ادراك ما خلخالي؟ نعم 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 احنا كنا اطفال ونتذكر ذلك. نعم حاكم التفتيش، نعم يعني وصلت الى اربعه، اتذكر يعني اذاعه مونتي كارلو كانت تعد الذين يعدمون يوميا الى ان وصلوا بال4000، يعني كانت مأسلة. لكن هسه حاليا فضائيات موجوده، وهسه حاليا اكو موبايلات، وكل موبايل له كاميرا فيقدر يلتقط اي شيء. يعني الجماعه الامريكان لا يردون جواسيس ولا هم يحزنون، هذه مال لعبه الجواسيس، هذا يتجسس لصالح بريطانيا وهذا يتجسس لصالح امريكا، هذه اللعبه بعد انتهت. هسه هنالك الموبايل، وبالتالي كل ما يحدث هسه حاليا هو حقيقه، يعني هو حقيقه سيقوي من المعارضه. المعارضه على فكره احنا عندنا اعتقد الذكرى السنويه الاولى، نعم ابو احمد النجات، نعم نعم صحيح، عصير مظاهرات، نعم اعتقد هذه المظاهرات اعتقد بها نوع من الخطوره. اذا الحرس الثوري او البازن درام ما يسمونه يستعمل القوه المفرطه، اعتقد سوف يحدث خرق جدا. واعتقد انا اعتقد حقيقه في وجهه نظري المعارضه وضعت اكثر من فخ، تسمعني؟ نعم المعارضه وضعت اكثر من فخ لهذه القوات البوليسيه الارهابيه من اجل ايقاعها ونشره اعلاميا، وبالتالي تعريه هو الهدف من عنده، تعريه احمدي نجاد وقوات
يتقي الخط الذي ينفذ اجندته، واكثر الخدم واكثر الخدام او رئيس الخدام هو احمد النجاد. نعم يقبل يده. نعم. في حال نجحت الحكومة الإيرانية في مشروعها النووي وصناعة القنبلة النووية، ماذا خطورات هذا المشروع؟ أولا هذا اضطراب بعيد المدى. نعم. لأن لا يمكن أن الغرب ولا الصين ولا روسيا ولا حتى تركيا، أكرر ولا حتى تركيا، تسمح بهذا البرنامج أن يحدث. أرجو أن تعرف يا أخ وجدان وكل مشاهديك الكرام أن هذه لعبة إيرانية أمريكية. أنا من الذين يقولون ليس هنالك مشروعا أمريكيا إيرانيا، وإنما هنالك مشروع توافقي بين إيران وأمريكا، وهو عملية خلق عداء مع الأمريكان، الشيطان الأكبر، لكن بالحقيقة هم يمثلون أجندة أمريكية، وبالتالي إيران لن تذهب ببرنامج وإنشاء أو يعني مثل ما يقولون إنتاج قنبلة نووية. أنا هذه دكتور، يعني انه ايران تمثل يعني المشروع الامريكي، ولكن ايران الان مهدده من قبل الحكومه الايرانيه، ترى هل هذا هو توافقي ام ان الحكومه الايرانيه تعمل بدون ان تعلم بذلك؟ لا لا، شوف الـ 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 العلاقات الفارسيه نعم. والاسرائيليه الصهيونيه الامريكيه قديمه جدا. نعم. هذه واحده، والنظام الفارسي حتى في زمن النظام الصفوي كانت له علاقات مع المنظومة الغربية والأساطير الغربية البرتغالية والفرنسية والبريطانية من أجل تقويض أي نشأة عروبية إسلامية في المنطقة. هذا معروف، العلاقات الفارسية بين إسرائيل قديمة، وتذكر إيران جيت. نعم. حرب العراق الإيرانية. نعم، في عهد رفسنجاني. نعم، هذه العلاقات موجودة، ولكن الاختلاف هو بالجزئيات والتفاصيل. إيش قد أنت لك شيء من الكعكة وإلي من الكعكة. نعم. يعني إيران أو الحكومة الإيرانية تريد أن تتصرف لكي توحي للشعب الإيراني أنها ذات مصداقية. صدقني ليس هنالك تضارب بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي. هذه المناكفات على الجو هي كلها إحنا نسميها بالعراق كلاوات. نعم. يعني معناها تضحكون على الذقون. نعم. المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي هو مشروع واحد، والمشروع الإسرائيلي مشروع واحد. ما حدث في العراق وفي أفغانستان، وأخص بالذكر العراق، هو توافق إسرائيلي أمريكي فارسي لتهديم العراق وضرب أكبر حاضنة قومية. نعم. العراق ضربوه لأنه يدافع عن الأحواز، تدري أنت. نعم. في العراق كان يدافع عن الأحواز ولا زال. نعم. والأحواز هي أرض عربية محتلة من قبل الفرس، وبالتالي الفرس سوف لن تغمض عين أي عربي، وأخص بالذكر عراقي، ما لم تحرر الأحواز يوما ما، والأحواز سوف تحرر عندما يضعف النظام الإيراني، أو على الأقل يفيقون إلى رشدهم في عالم 21، عالم الإنترنت وعالم الجوجل وعالم الفضائيات وعالم الفضح. بعد ما يكون يعني يطبون داخل